ينضم إلينا من شيكاغو عبر سكايب سيد نادر الغول، الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك سيد نادر. يعني هناك حديث عن أن هذه الاحتجاجات في حقيقتها ليست كما يبدو الأمر من عفوية، وإنما هي احتجاجات منظمة وتحتوي العديد من عناصر التنظيم. ما رأيك بهذا الطرح؟ يعني بالمحصلة ما يحصل بشكل عام أنه يعني التحريض او تحفيز الناس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي هو فعال، اداه فعاله. بالمحصله ما حصل انه تم تبليغ هذه المجموعات انه تم اطلاق النار على الرجل الاسود الشيني في منطقه انجلوود، والتي تعتبر اكثر منطقه منكوبه من ناحيه الجريمه بمدينه شيكاغو، حيث ان عدد الاصابات فيها يعني والقتلى ما بين قتلى وجريح فقد 220 اصابه بتصوري. حصل هذا التحفيز للناس وخرجوا. نعم هناك يعني لا افترض انه هذا منظم بمعنى منظم، بمعنى يمكن ان يكون منظم بالمعنى الاجرامي، بمعنى انه هؤلاء من خرجوا للسرقه ولم يخرجوا للتظاهر على مقتل الشاب الذي لم يقتل بالاساس وهو موجود في مستشفى جامعه شيكاغو. ربما قصدت منظم بالمعنى السياسي سيد نادر، يعني بطريقة أخرى، هل يستغل الديمقراطيون هذه الاحتجاجات؟ هل يغذونها؟ لا، بل بالمحصلة هذه الاحتجاجات يعني بمعنى أن كان هذا بالفعل منظم، هذا يسيء للديمقراطيين والأجندة التي يطرحونها بموضوع الأقليات، وخاصة الأقلية الأفريقية السوداء في الولايات المتحدة الأمريكية وما حصل بعد مقتل جورج فلويد. أفترض أن هذه مجموعات من الناس جيشت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي واستغلها البعض، وخاصة أنه هذا المكان هو المكان التجاري الأهم بمدينة شيكاغو، وبالتالي يعني ذهبوا للسرقة وتكسير المحلات. طيب، هل ترى أن هناك تقصير ربما من حكام الولايات ورؤساء البلديات في التعامل مع هذه الاحتجاجات التي تشهد الكثير من الفوضى والنهب والسرقة؟ بالتأكيد هناك قصور. يعني أنا دعيني أذكر لك حادثة شخصية. جاري لديه محلات في وسط المدينة، عندما حصلت أحداث جورج فلويد قال لي بأن الشرطة كانت تراقب الناس وهم يقومون بتخريب وتكسير المحلات، والمحصلة ربما الشرطة لا تريد أن تدخل في مواجهة مع هؤلاء المتظاهرين، ولكنها أيضا قصرت بمعنى حماية أملاك المواطنين الذين ليس لهم علاقة بمقتل جورج فلويد ولم يكونوا طرفا في مقتل جورج فلويد. وبالتالي نعم هناك تقصير، ولكن هناك أيضا إشكالية حقيقية، بمعنى أنه هذا الأفريقي الأسود يخاف من الشرطة، والشرطة بشكل أو بآخر تخاف ضمنا من الأفريقي الأسود، وبالتالي يصبح هناك يعني عدم ثقة بين الطرفين، وبالتالي نرى الكثير من حالات الشغب والفوضى والقتل. يعني أنت بمدينة شيكاغو هناك يطلق النار على شخص كل ساعتين ويقتل شخص كل 12 ساعة بمدينة شيكاغو. يعني أعداد القتلى والإصابات في ولاية شيكاغو ارتفعت العام الماضي على سبيل المثال كانت 1548 بين قتلى وجريح، العام هذا حتى الآن 2440 بين قتلى وجريح، وبالتالي هناك زيادة ملحوظة في أعمال العنف في مدينة شيكاغو. شكرا جزيلا لك سيد نادر الغول، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر سكايب من شيكاغو.